والله هذا عنده شوي التهاب صار عنده نكاف، والدكتور حولنا على مستشفى وادي حجر. فهسه احنا جايين على المستشفى، ما شاء الله الاطباء جيدين، استقبلونا استقبال جيد واخذوا الفحوصات المعلومة، دخلوا ان شاء الله ندخل الدكتور موجود ان شاء الله. بارك الله، نتمنى لك الشفاء لك وله ان شاء الله. شلون المكان هذا؟ الحمد لله والله زين، ما في شيء. ما في اول مره يعني انا اجين، ما في شيء. خدمات شلون؟ زينه؟ لا لا زين، دكتور تخبل علي، دكتور واحد منهم جاء والله زين. بصراحه نحن مستشفانا مستشفى عام ومن ضمنها قسم الاطفال. نحن لدينا ردهات للخدج وردهات لطوارئ الاطفال وكذلك ردهات للحاضنات الاطفال عام. المستشفى التي تحوي هذا القسم كذلك تحوي على استشارية للأطفال، هنالك استشارية كاملة من قبل مستشفى ووجود لعلاجات كاملة للأطفال استعدادا لهذه المرحلة التي هي كما تعلمون أنه الآن بدأ التغير في الجو، ونحن الآن مقبلين إلى موسم البرد وموسم الشتاء، فإن شاء الله نحن مستعدين لتقديم الخدمات الصحية لأبناء محافظتنا العزيزة وخاصة شريحة الأطفال. كيف عندكم الأدوية المزمنة الموجودة لكبار السن؟ نعم، نحن في مستشفانا كونها مستشفى عام لدينا الردهات الباطنية، وهذه الردهات تستقبل البالغين وكذلك كبار السن. لله موجود أدوية متميزة في المستشفى وبكميات معقولة لمواطننا الكريم. موضوع النقص في المستلزمات، أما في موضوع الأدوية فنحن في مستشفانا ولله الحمد وفي أغلب مستشفيات المدينة هنالك توفر للأدوية، وأنا أسعى وبمعاونة إخواننا في المستشفى في قسم الصيدلة في أن نوفر جميع أنواع الأدوية. ممكن أنه تنزل إلى الصيدلية وتلاحظ وجود أدوية غالية الثمن أسعارها فوق التصور، حتى الأدوية التي تخص كورونا والتي هي بمبالغ كبيرة جدا متوفرة الحمد لله في مستشفانا، ونحن حاضرون لتقديم هذه الخدمة وهذه الأدوية لأبناء محافظتنا إن شاء الله. هذا الطفل عندنا جاء هو يعني ولادة طبيعية بس ما كامل، لسه مو بريماتشر يعني حديث ولادة، فإحنا ندخله لحد ما يكتمل، تكتمل الرئة ماله والنفس مالته والوزن ماله يصير مليح ونطلع. وزنه ايش قد سوى؟ هاليوم وزنه كيلو 150. والطبيعي ايش قد؟ فالطبيعي المفروض بهذا العمر فوق الكيلوين. ايه، فننتظره حتى لو عاد شهر هالشكل، اليوم غيرنا له الحليب مالته فإن شاء الله يصير وزن زين ويطلع. بس هذا الطفل بريماتشور، احنا ننسى حديث ولاده نسميه، فاجى يعني شلون تقول عنده نقص. نقص؟ ايه، فاستقبلناه احنا بالمستشفى بالطوارئ مع الاطفال. نكمل العلاج مالته على الحاضنه. ايش قد تستقبلون اطفال بهاي الفتره هاي؟ يعني تقريبا من 20 ل 30 خلال 20 ساعه. المرض اللي مستمر يعني؟ التهاب قصب. نتيجه تغيير الجو. الدخول عندكم قليل يعني؟ والله حاليا قليل، بس من الظهر والعصر المغرب شويه تزداد الحاله. يجل يعني قياسا للعام الماضي اكثر لو اقل؟ لا اقل، العام الماضي كان اكثر. يعني بالوقت الحاضر الكميات كلها متوفره اغلبها، يعني خصوصا ادويه الاطفال يعني من ناحيه الشرابات او الانتيبايتيك كله متوفر حاليا، يعني الغالب بيه متوفر وكميات جيده. الحمد لله. يعني هذا اكسيديل يعني شراب مقشع وموسع للعصبات. اكثر انتاج عراقي؟ موجود العراقي موجود، وايضا مستورد موجود. موجود موجود. يعني عندكم استعداد كامل؟ عندنا فائض. هسه يعني عندنا هذا البيوت هذين ساعدنا فائض، لانه يعني ما راح نقدر نكمل هاي الادويه خلال الاكسباير اللي محدد له. ايش قد محدد له؟ هسه عندنا مثل هذا شهر السابع 21، واحنا يعني توقعاتنا على الصرف ما راح يخلص. زين، وش راح تتلفون ان شاء الله؟ لا يناقل لغير المؤسسات اللي تحتاج، يعني نناقلها اذا احد يحتاج يعني.